صباح الفل. طبعا احنا الحركه بتاعتنا قلت شويه، سواء بقى كان علشان الفتره اللي فاتت ما كناش بنتحرك كتير، او ان احنا كمان التطور اللي حصل مع السمارت فونز والتليفونات الحديثه فخلانا نبتدي نتحرك اقل. النهارده محضرين شويه تمارين هيعملها كابتن محمد سمير. التمارين دي بتحسن الموبيليتي او هتبتدي ان هي تخلي مفاصلنا تتحرك بشكل افضل وتحسن من الحركه بتاعتنا. هستناكم بعد التمارين ان شاء الله، هنتكلم في موضوع مهم جدا. رجعنا بعد التمارين وهنتكلم النهارده عن الناس اللي بتلعب رياضه قلبها كبير. قلبها كبير مش بس ان هي بتسامح بسرعه، ودي حقيقه على فكره. ليه بتسامح بسرعه وليه ان هي ما بتبقاش عصبيه؟ لان هي في جزء من حياتها بتفرغ الطاقه بتاعتها في نشاط بدني، فبالتالي ما بيبقاش محتاج ان هو يكون عنده طاقه سلبيه. الطاقه دي ممكن ان هي تخليه عصبي او تخليه يتصرف بانفعال، وكمان بيبقى عنده ثقه في نفسه لان هو بيبقى عارف وفاهم قدراته ومجربها. بيجربها في ايه؟ بيجربها في الانشطه اللي هو بيمارسها، فبالتالي ده بيخلي له عنده نوع من الثقه في النفس اللي بتخليه مش محتاج ان هو يثبت نفسه في حاجه. طيب، لكن انا مش بتكلم عن ده بس، انا بتكلم عن ان فعلا حجم القلب بيبقى كبير، حجم القلب بتاع الرياضي بيبقى كبير. طيب ليه بيبقى كبير؟ لان بيحصل له تكيف مع النشاط اللي هو بيعمله. يعني ايه تكيف؟ يعني انا لما ببتدي اعمل رياضه او ابتدي ان انا اتحرك او اجري او اعمل الحاجات دي، بتخلي الجسم محتاج كميه دم اكبر من الطبيعيه. لما اكون انا مستريح ما بحتاجش كميه الدم الكبيره دي، فبالتالي لما القلب بيضطر ان هو يستوعب كميات الدم الكبيره دي بيبتدي يكبر حجمه، بيبتدي يكبر ويبتدي يستوعب كميات دم اكبر، فبالتالي يغذي الجسم بكميات دم اكبر. دي معلومه فسيولوجيه حقيقيه. كمان لما ببتدي ان انا العب ريزيستنس تريننج او تمرينات مقاومه، ساعات بيحصل تضخم في الجدار بتاع عضله القلب، وساعتها بيخلي عضله القلب كمان الضخه بتاعتها بتكون اقوى واعنف، وده بالتالي بيخليها توصل الدم بكفاءه اكبر وفقا للنشاط اللي احنا بنعمله هنا اللي هو تمرينات المقاومه. لذلك حقيقي فعلا الرياضي قلبه كبير، وعايزين كلنا تبقى قلوبنا كبيره، سواء كانت على المستوى المعنوي او على المستوى الفسيولوجي. يعني فعلا يبقى حجمه كبير. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده.